أنا اسمي مريم رمسيس، تابعة محافظة أسيوط، مركز أبو تيك، قرية باكور. سمعت عن مبادرة أورانج لتمكين المرأة اقتصاديا. أنا لما سمعت عنها أنا كان في مشروع في دماغي، اللي هو أن أنا بعمل إكسسوارات وهاند ميد، فعرفت المشروع ده فحبيت أن أنا أكون بنفذه بطريقة علمية أكتر. فعشان كده جيت التدريب على أساس أن أنا أتعلم أعمل دراسة جدوى، إزاي أسوق منتجاتي، إزاي أكون بوزع الحاجات بتاعتي على السوشيال ميديا بطريقة أفضل. فحبيت أن أنا أدخل في المشروع عشان أنا عندي مشروع بالفعل شغالة فيه، فحبيت أن أنا أنمي نفسي أكتر وأعرف أشتغل بطريقة علمية أكتر، أكبر مشروعي وأتعامل بشكل علمي أكتر وأعمل دراسة جدوى بحيث أعرف شغلي هيمشي إزاي أكتر. حبيت أنمي مشروعي علشان أعرف التكاليف بتاعتي هتبقى ماشية إزاي، التكاليف التشغيلية والاستثمارية الشهرية والسنوية بتاعتي، المبيعات هتبقى إزاي، أرباحي وخسائر، الهالك بتاعي هيبقى كام. وانا حبيت اعمل مشروع لنفسي عشان ابقى مستقله ذاتيا، لان انا خريجه فمحتاجه ان انا اكون ليا مالي الخاص وليا مشروعي الخاص بيا. وانا اي حد بنصحه ان هو يشارك في المبادره ويشارك في التدريبات لانها هتفرق معاه كتير في حياته العلميه والعمليه. المشروع مستمر من 2017 لغايه الان 2024. بنشكر طفوله والتنميه وبنشكر اورند على المجهود العظيم ده، ونتمنى استمرارية المشروع إن شاء الله.